من نفذ العملية أردني، ماذا يعني ذلك؟ وهل تتوقعون ارتفاع وتيرة العمليات على الحدود مع الأردن وأيضا على الحدود مع مصر، خاصة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يجري في الضفة وداخل المسجد الأقصى؟ أعتقد أن الأردني والفلسطيني شعب واحد وقضية واحدة وعدوهم عدو واحد، ومن يستفز الفلسطيني يستفز الأردني. وأنا أعتقد أنه الإسرائيلي لم يبقي أحدا، لا فلسطيني ولا أردني ولا مصري ولا عربي ولا مسلم ولا حر في العالم إلا واستفزه. فبالتالي استفزاز المشاعر أنا بتقديري هو العنصر المحفز لتنفيذ مثل هذه العمليات. وأنا أعتقد أنه يعني ما يجري مع هذه التصرفات من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وخاصة جهاز الشباك الذي يتعامل بقسوة شديدة مع كل من يدخل هذا المعبر، أنا أعتقد أن هناك دوافع كثيرة لتنفيذ مثل هذه العمليات. وأنا أعتقد الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني سواء مؤخرا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وحتى الاعتداءات على الدول العربية، يعني ليست صحيح ليست مسلحة وإنما هي تعديات على السيادة. نحن نعلم أن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية هي يعني للسيادة الأردنية، يعني تابعة للرعاية لوزارة الأوقاف الأردنية، فبالتالي المساس بها أيضا مساس بمشاعر كل الأردنيين ومشاعر كل المسلمين ومشاعر كل العرب. فبالتالي خاصة بن غفير الذي يريد، وكما جاء قبل قليل في تقريركم أن هناك أيضا خشية من الضباط الإسرائيليين أنفسهم من أن بن غفير وسموتريش يريدان يعني تصعيد الوضع في الضفة الغربية. وأنا أعتقد أنه ما يدور الآن في الداخل الإسرائيلي من خلافات ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، جزء كبير منها هذه الإجراءات التصعيدية من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خاصة في يعني المناطق الحدودية. فبالتالي نحن نتحدث عن إجراءات لا يمكن تحذيرات الأجهزة الأمنية لوصف عريقات، هذه التحذيرات على ماذا تستند؟ من انفجار ومن خشية من أن تتحول هذه الحدود إلى منطلق لعمليات عسكرية؟ الحرب على قطاع غزة تستمر منذ أكثر من 11 شهرا، لماذا هذا التخوف الآن؟ يعني شو في أختي بحدة. يعني نتنياهو يريد أن يصدر أزماته، يعني نلاحظ في الآونة الأخيرة وخاصة حينما يعني تعرض لانتقادات كثيرة من الضباط الإسرائيليين وخاصة يعني العسكريين المقربين له، وأنه وصل إلى قناعة في غزة بأن الجيش الإسرائيلي وبقاؤه في قطاع غزة هو استنزاف ويعني لا جدوى من بقاء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. ذهب إلى الضفة الغربية لتصدير أزماته، وجد أن الشعب الفلسطيني العظيم في الضفة الغربية لم تنكسر إرادته ولم يعني ينفذ رغبات الجيش الإسرائيلي بالنزوح بعيدا عن أرضه وبعيدا عن مخيمه وقريته ومدينته، وجرب وكان هناك استطلاع بالقوة العسكرية. وأنا أعتقد أنه يعني الشباك وأمان وكل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت تقاريرها حول ما جرى في الضفة الغربية، وأنه لم يصدر أزماته نتنياهو تحديدا إلى الضفة الغربية، وكان يبعد الأنظار عن الجبهة الشمالية، إلا أن هناك عزم وتصميم من بن غفير وسموتريش وبعض المتصهينين من حكومة نتنياهو يريدون الذهاب إلى الجبهة الشمالية، ونتنياهو يخشى الذهاب إلى الجبهة الشمالية، ويقولون له لا يمكن عودة المستوطنين في الشمال إلا إذا ما فتحت جبهة الشمال. لذلك هو يريد أن يعني يكون هناك تجضية للاعتداءات الإسرائيلية مرة باتجاه الأردن ومرة باتجاه مصر ومرة في غزة ومرة في الضفة الغربية ومرة باتجاه حزب الله والمقاومة اللبنانية ومرة باتجاه إيران. نتنياهو لا يعرف ماذا يريد. هو يريد إطالة أمد اعتداءات الجيش الإسرائيلي، ولكن الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بدأ يخسر كثيرا، وأكثر من ذلك هناك ضباط في الجيش الإسرائيلي يرفعون تقارير بأنه الجيش الإسرائيلي لم يفقد قوة ردعه فحسب، وإنما القيادة السياسية والعسكرية تفقد الآن عنصر المبادرة،
بمعنى أنهم لا يستطيعون الآن المبادرة باتجاه أي جبهة من الجبهات. لذلك أنا بتقديري كل ما يجري الآن على أرض على الأرض هو محاولة تصدير أزمات عبر بن غفير سموتريش نتنياهو، والجيش الإسرائيلي هو الذي يعرف الواقع الحقيقي والميداني للجيش الإسرائيلي.